أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: رجل ابتلي ببعض المعاصي ثم نذر أن يصوم ثلاثة أيام كلما أتى تلك المعصية، غير أنه لضعف إيمانه يعود المرة بعد المرة الأخرى إلى تلك المعصية، ماذا يجب عليه الآن؟ وهل هو ملزم بهذا النذر إلى أن يموت؟ هذا لا تقد به الطاعة، تقد به منع نفسه من هذا الشيء، يجري مجرى اليمين، يكون عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسرة ثوب أو تحرير رقبة، فلزم يجب في صيام 3 أيام. هذا النذر لم يقصد به الطاعة، وإنما قصد به منع نفسه من هذا الشيء، أو يجري مجرى اليمين، تدخله الكفارة.